ليزامي تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عاوتاني جينا لكم اليوم فلوق جديد. الفلوق ديال اليوم اخوتي ان شاء الله يربي يكون لا كورس اوتوموبيل، ديك لا كورس اللي كنت درت في طنجه. نوريكم شنو كان وقع لي، تشوفوا معايا ان شاء الله يربي التصوير من الداخل من البلاصه فين كنت كنسوق، تشوفوا الاخطاء اللي درت، حيت درت بزاف ديال لي فوت اخوتي ديال لي ديبيتون. انا يلاه كنتعلم، وقعوا لي بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال الحاجات تعلمت، روينه ديال الحاجات نحاول نبارطاجي معكم كلشي. وان شاء الله يا ربي كاينه لا كورس جايه، نحاول ندير لكم فلوغ ناضي على هذا. هذا ما كنتش معول، كنت في الدوخه ستريس راكم عارفين اول مره. بحق المره الجايه ان شاء الله يا ربي نحاول نصور لكم من الديبار، من البريباراسيون ديال الحوايج ديالي ديال باش كنسوق، من البريباراسيون ديال الطوموبيل، من الشارج ديال الطوموبيل، اي حاجه ان شاء الله يا ربي نصورها لكم. قبلوا علينا اخوتي وشكرا لكم بزاف. اخوتي كيف كتشوفوا كانوا لي شوفمون، كنا كنسخنوا الروايض باش ندخلوا ان شاء الله يا ربي نديروا الكرونو. هنا يا اخوتي بدا الكرونو، راه هو حسن اشاش بدا الديبار هو الاول، عاوتاني هاد الكليو هو الثاني خرج، وانا نخرج الطروازيام هنايا باش نديرو الكرونو، نشوفو شكون اللي يجيب وقت مزيان على حساب الكلاسمون ديال الديبار باش نخرجو لاكورس. دابا ديك البلايص اللي كيكون واقف فيهم كل واحد في الديبار لاكورس كتكون على حساب الكرونو اللي درتي باش كيجيك الحظ واش تجي الاول ولا الثاني. كل ما جبتي وقت مزيان كل ما توقف في البلاصه مزيانه باش دير الديبار. انا الحمد لله هنايا واخا كانت المره الاولى ديالي والتجربه الاولى ديالي درت دوزيام في الوقت، دونك في الديبار خرجت انا الثاني اللهم لك الحمد. كانت هذه كانت زعما احسن حاجه اللي وقعت لي كاع في هاد لاكورس هادي. كيف كتشوفوا داكشي راه ما كانش ساهل اخوتي، والسوق انا كنت شويه مرون، كنوقعوا لي بزاف الحاجات، ضربت المرايات بجوج طيرتهم، كنت كنكراطي قبل الوقت، طاح لي الكونتور وانا في لاكورس ديال الطوموبيل، وقعوا لي بزاف ديال الحاجات. انا نخلي لكم باش تشوفوا الكرونو ديالي اخوتي هنايا ان شاء الله يربي. درت دوزيام، كنا تسعود بينا دوزيام في الكرونو، ماشي ساهل اخوتي. السيد اللي دار برومي هو حسن، هذاك السيد راه بطل المغرب تبارك الله، مع زعما صعيبة ندير دوزيام موراه، اللهم لك الحمد ربي وفقني. وانتم تشوفوا لاكورس كيفاش كانت، وتشوفوا اخوتي المشكل اللي وقع لي في الطوموبيل باش مكملتش لاكورس. هنايا اخوتي كيف كتشوفوا كان الديبار ديال لاكورس، كيف قلت لكم كلاسي دوزيام سكيل في وقفت في بلاصة الثانية. شنو راكم عارفين اول مرة انتم تشوفوا كيفاش عمر عليا طروازيام، اللي كان طروازيام عمر عليا، حاولت ندير اللي في جيبي اخوتي الغالب الله. بالنسبة لديك لافيشور ديال الفيتاس اخوتي دابا راه دوزيام ماشي طروازيام، راه زايد. وهادشي اخوتي النيفو الصراحة اللي كنت فيه، خصكم تشوفو النهار الاول، دابا هذا النهار الثاني اللي كتفرجو فيه لاكورس. النهار الاول كنت فريمون اخوتي لا علاقة، كان السوكان ديالي فريمون لا علاقة، الفضل كامل كيرجع من بعد الله سبحانه وتعالى، كيرجع من الاستاذ ديال اسماعيل السبعي اللي خرج انا ويا للتيران وراني فريمون سر الحرفة. راكم عارفين اخوتي ديك الشي اللي قال لي واللي وراني ماشي ساهل باش تعرفو كأول مرة، فريمون عطاني اكسبيريونس ديال سنين في نهار اخوتي. وتبارك الله النيفو اللي كنت غادي بيه راه كيبين على 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 القوة، ولا شنو نقول لكم اخوتي، كيبقى استاذ وصافي اسمعي السلاح. المهم اخوتي هنايا كنت غادي لادرينالين بلا ما نقول لكم في الديبار، ديك لا سونساسيون ديك الشيء غريب عليا جديد عليا كأول مرة، فريمون ديك الشيء واعر اخوتي، واعر بزاف ديك الاحساس. وفريمون قلت ما نتفاكش اللي بغا يوقع يوقع. المهم ديك الكليو اللي كتشوفوها دوزيام مورا حسن على حسب ما قالوا لي تبارك الله فيها اللي شوفوا زايدين عليا تبارك الله فرق ما بين 30 حتى 40 ديال الخيل بيني وبينه ولا اكثر كاع، ومشيت مورا لاكورس كامله اخوتي، وهذاك من كلاسي الاول بطل المغرب ماشي سهله.
كتشوفوا الكراطا تخصي، كنت كنتعدى على الطوموبيل، ما كنتش كنعرف نكراطي مزيان، وهذا الشيء اللي خلى توقع لي مشكله في الطوموبيل ديالي باش ما نكملش لاكورس. ولكن اخوتي غرب الله، ديك اللقطه اللي كنت كنكراطي بها راه ماشي خاطر، راه كنت فريمو واحد العالم واحد اخر، كنت فريمو عايش واحد اللقطه في شكل اخوتي. ما هي نشرح لكم، ما تعرفوش ما تفهموني ضروري تنجم باش تفهم. وكيف تشوفوا هنايا دوقي الدوره الثانيه ولا الثالثه، وقفت لي الطوموبيل، كنت نسير لاكورس، كانوا باقي لي جوج دورات ولا دوره واحده باش تسير، كنت غادي طوازيام مخيم. وانتوما تشوف كنت ما مفاكش، هانتوما شوفوا لاصق في الدوزيام، ما تفكيتش معاه، واخا كان كيهرب عليا بحال دابا هنايا كيبان الفرق ديال الخيل بيني وبينه، كيهرب عليا في البلاصه اللي طويله. وانا اش كندير؟ كنبقى خوسي كنريسكي، وكنفلاني معطل باش نلحقو باش ما يهربش عليا بزاف. حاول ندير شي حاجه بالحق على الله، الموتور ديال الطوموبيل ديال الشيء اللي فيه، ولكن الحمد لله. هانتوما تشوفوا الفرق عاوتاني فاش وقفت لي الطوموبيل، شحال ديال الوقت باش شدني الرابع والخامس عاد وصلوا عليا. كان فريمون فرق كبير كبدايه ديالي، مشيت مزيان اللهم لك الحمد. وهادشي بالشهادة ديال الجميع، ديال الناس اللي كانوا حاضرين وديال الناس اللي برو، اللهم لك الحمد. دونك اخوتي ما نفكش، باقي نزيدو ان شاء الله. نتوما تشوفوا هنايا دابا شويه طير لي ديك المرايا ديال اليمن، واحد راكم عارفين الادرينالين، وكتبقى تدخل على الفيراج بلا طلاه. دابا في هاد البلاصه هادي اخوتي كنت كنفرع الموتور، كنت كنكراطي قبل الوقت، كنفرع الموتور ديالي، سكيفي هادشي اللي خلى الموتور يتفرع لي اخوتي. وقعت المشكلة هانتوما تشوف. وراكم عارفين ما بغيتش ناخد ريسك اكثر من داكشي اللي كنعرف له. انتما شتيو دابا هنايا هو كان كيف انا كيغراطي، كنت نقدر ندوبل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. كنتفرج حق الله العظيم، كنعاود تشدني ديك التبوريجه، كتعاود تشدني اخوتي حق الله العظيم. فريمو لا سونساسيون زوينة، واعرة 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 واعرة، الادرينالين بلا ما نقولكم اخوتي، اكسبيريونس واعرة ما عندها ثمن اخوتي حق الله العظيم.
وباش تعرفوا هذه راه المرة الأولى اللي غنسوق فيها الطونوبيلة وهي ديالي. وزعما نحاول واخا نريسكي شي شوية وما نكونش مخلوع حيت الحاجة ديالي، اللهم لك الحمد. داكشي علاش واش شفتو هاد النيفو هكا المرة الأولى اللي سقساها في مراكش، كنت مخلوع حيت كانت الطونوبيل ماشي ديالي، كنت خايف عندك لاحف توقع شي حاجة تسلق بيها الطونوبيل نضربها. بحق هنايا كنت كنقول واخا يوقع اللي وقع انا هاي المراية طارت. هاي المراية طارت، باقي اخوتي طير المراية كاملة، دابا طارت غير الزجاج المراية، باقي طير كاملة كاملة كاملة. هنايا فاش كان طارت كنت ديكونسونطري صح خوسي، ودرت اخطاء عاوتاني في السوق. انا كنتعلم هادشي باش مزيان صورت بالكوبرو من الداخل باش نعرف الاخطاء اللي كندير. هانتوما شوفوا انا لاصق اللي شوف كيفاش يهرب عليا باش نعرفوا الفرق. شوف انا مكسيري تا انا الضو واخا هكا كيراه. شوف 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 هو فعلا عاد كان فرين هنا، انا كانت زلقات بيا. شوف 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 الحمد لله كان هو دار سينو كنت ندخل فيه. رجعت عاوتاني نحاول نريكوبيري داك الخطأ اللي درت. هنايا كنت فريمون ديس كنت كونسونطر، باقي خصني نخدم على الكونسونطراسيون ديالي، باقي خصني نخدم على بزاف ديال الحاجات اخوسي، ولكن الحمد لله اون غو امور مزيان اللهم لك الحمد. شوف الطوموبيل فين كتوصل للورقة حتى للجنب حدا التروطوار عاد كتبدا ترجع. هنايا عاوتاني انتوما شفتو هربت، هربت بيا الطوموبيل واخا هكا كان عاوتاني قربت له، قربت له الدوزيام حتى هو طار له مرايات. شفتو طار له مرايات، واحد المراية جبتها له بيدي هداك الدوزيام. الحمد لله احنا قربنا من الطوموبيل ما بقى لها والو، ويبقى لها الديكور. تشوف تخلعت دخان طلع لي في الطوموبيل. المهم ما عرفت جاب لي الله العافية شعلات، ما عرفت جاب لي الله شي رويضة طبقات. هبطت من الطوموبيل مخلوع كنشوف واش الرويضة واش العافية واش صراحة. الحمد لله ما شالتش العافية، طبقات في الرويضة. تنقربو نقول لكم شنو وقع خوتي. القوار 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 انا عاوتاني قربت للدوزيام. ثم شوف اخوتي بالحق البريمي انايا كنهرب عليا مبقاش كيبان حسن. هاد الدورة كانت خايبة، كان فيها واحد القوات صاحبتي دازت تطلق الطونوبيل. ربي كيحفظو صاحبي، فريمون كاين ريسك بزاف خوتي، كاين ريسك، ولكن يا يكون ريسك ما يكونش بحال المواطر لي موطو. داكشي اللي كنديرو خوتي في المواطر ريسك كتار من الطونوبيل. داكشي علاش كنت كنزعم طحان، مكاينش مشكل. فين المراية واش غطير هنايا؟ لا قربنا شوية، ريتروفيزور كامل يطير، هذا كامل طيرتو. جا عندي ضرب فيا هادي اخوتي، قلو طرتي المرأة من بعد طار كامل جامد. شوفو كيفاش كنقرب له اخوتي، شوفو 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 كيفاش كنقرب له. هاهو عسان يهرب عليا، معرف فاش فاش الطريق كترجع طويلة كيهرب عليا. ما عندك ما دير هادشي لعب الله، باقي ان شاء الله حتى حنايا نشري لي بيت اللي نحتاجو نديرو حتى حنايا اللي يشوفو فحالو. ان شاء الله يربي تكون براحة، ان شاء الله يربي. هذا التروطوار كان الدورة هادي كانت كتعجبني بزاف حيت كاين فيها التيسع في الطرق سيري شوية هكاك. باقي ما كنعطيش ديك ديك الجاد اللي خصني نعطي، باقي شوية ديال الخلع هنايا. وقيل المرايا طايرة، نشوف واش هي طارت. هي جات عندي حيدتها طحان طحان معلم. هادشي اللي طلع خوتي بشوية بشوية. المهم الطوموبيل ما ضربناهاش، اللهم لك الحمد. المرايا راكم عارفين حق فريف فاش بقات كدير هكا كتزعزع ديرونجاتني اخوتي، حق الله العظيم ديرونجيت. عاوتاني الطوالة كيهرب عليا،
راهو حسن، يلا هبط. أنا يا قربت الساعة، قربت الفلوس، ماشي بقالي مشكل. هاد الكراطاج هذا اللي درت خايب بزاف، هو اللي فراني طبعا، هو هذا الكراطاج الفلوسي اللي درت خايب بزاف، وفي واحد البلاصة عاوتاني، ديك البلاصة اللي طويلة. هانتوما شوفوا شنو وقع، شوفوا شنو وقع، شوفوا دابا هنايا خو سيرني كان فراني باش نوقف، شوفوا شحال الوقت، هذا حق عليا الرابع والخامس. هانتوما شوفوا اخوتي، حيت السلطة فراني نزلت، جاب لي الله العافية، شعلت انايا فري، كنت مخلوع مرون، كنقول الله يحفظ شنو وقع. هانتوما نزلت، درت على الطوموبيلة شفتها كاملة، جيت كنشوف الروايد، تشكيت الروايد، نجي لقدام حدا الرويضة، شو باقي ما وصلش الرابع خامس. انا دابا فاش جيت كنشوف الرويضة واش وقع شي حاجة، هاو ما يدوز باقي، عاوتاني السادس ما وصلش. سكيت في خوسي، الصراحة الله كان بوديوم اليوم، هذا النهار هذا كان بوديوم، كنت في تروازيام اولا قاعد دوزيام. ما كتبش الله، الحمد لله على كل شيء. المرة الجاية اخوتي كنوعدكم بشي حاجة زوينة، حيتاش كتستاهل.